مثل كل سنة أنا بكون موجودة بالبياف، والبياف مهرجان وإيفنت كتير مهم بكرم زملائي الفنانين من كل أنحاء العالم، لأنه العالم بغار منا مش نحن منغار من العالم، لأنه تكريماتنا كتير مميزة بلبنان. فتكريم فنانين اليوم زملاء لألي كأنه أنا تكرمت، أنا أخذت كتير تروفيات بحياتي، وهذا الشيء الليلي كمان بفرحني أنه نكون عم نكرم زملاء إن كان من الثقافة، من الجمال، من الأناقة، من الفن الراقي. فأنا كتير فرحانة الليلي، ست دنيا فرحات كمان كتير ست مميزة بثقافتها وبمحبتها كمان لعطاء الفرح للبنان. هالإطلال الفريش مين اهتم فيها الليلة؟ هلأ فستاني من عند بوتيك مودي بجل الديب، والفلوريست تشارلي هو اللي اهتم بهالبردات الحلوين ودايما ينتبه لي عليهم، وشعراتي سالون توني إبراهيم بالمطيلب، ومكياجي صباح كيوان، وإن شاء الله أنه تعجبكم هالإطلالة. وأنا وبشير يعني هذه من ضمن الاكيب الكامل، عرفت كيف؟ بس وين وردتك بشير ما حطيتها هون؟ ايه كنت حطيت له هيك بوشات ورد. تسلمي. وشو حنشوف شيء جديد مادونا؟ لا ان شاء الله انه عم نحضر عمل للموسم اللي جاي، بتعرف هلا موسم مهرجانات وسهرات وبسط، مع انه ثلاث ارباع المهرجانات ببلاش بس دعايه، بس انه هيك للفرح وننبسط وهيك. وان شاء الله اول شيء عم نحضر عمل مسرحي انا وبشير، ان شاء الله انه بيعجبكم، مفاجأة مش هقلكم عليها. تابعوا أخبارنا على ويب سايت يومياتي.